نعم. بلى، النهي عن الكتابة عن القبور، أولا هذا ليس كتابة، إنما هو أرقام، وثانيا ليس على القبر، هو في جانب في الجدار يمكن بينه وبين القبر مساحة. ثالثا المراد بالكتابة الكتابة التي فيها التبجيل والتعظيم لهذا الميت كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، بدليل أنه نهى أن يجسس القبر وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه، فجمع بين التعظيم وبين الإهانة. فالمراد بالكتابة المنهي عنها الكتابة التي يقصد بها التعظيم والتبجيل لهذا الميت، أما كتابة يقصد بها الإعلام فقط فلا بأس.